تعال نروح لتقرير لطيف. التقرير ده تقدر تقول كده حول جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. جناح الطفل في كم تفاعل من الزوار مذهل، وفكروني أكلمكم كمان بقى على الرحلة بتاعت أبناء الإسكان بديل العشوائيات. يا سلام على الجمال، هيئة أصول الثقافة اللي عاملة الرحلة دي، ده شغل وشغل كويس ومهم. فاصل، لا تقرير وفاصل ونكمل الكلام. جبت حاجات كتيرة واشتريت كتب، والمعرض كان جميل وحسيت بيه ان هو متغير اول الاول عن السنة اللي فاتت. الناس فيه الكتب حلوة، وانا خاصة اصلا محب المعرض ده، كنت باجي وانا صغير يعني فيه. لا المعرض حلو واتملى حاجات اكتر، وان شاء الله يفضل مبسوطين بالمعرض. اكتر حاجة عجبتني الالوان والحاجات دي. اشتريت تلوين وحاجات كده وبازل. انا اول مره اجي واحب ان انا اجي تاني، واول مره اشتري كتب من هنا. اول مره اجي، المكان حلو قوي. اول مره اجي ومشترك هنا بكتابي انا وزميلي سيف، هو بيكتب قصص وانا برسم. انا اول مره اجي المعرض، وجيت عشان اشوف قصص للاطفال، وكمان جايه اعرض كتابي. جيت النهارده عشان انا مشارك بكتاب اسمه حكايه والشاطر سيف. جيت عشان اشتري قصص، وانا بحب قصص الاطفال، وانا من رئيس الصحبه جايه وبعمل فيديوهات.